عمي هسه جابوا لنا اسئله ما اقتصاد، ادري فراغات، سؤال فراغات علي 20 درجه، ماكو فراغ، ماكو هاي ملزمه غير ماكو فراغ، ما تقول من جايبين شنو السالفه؟ اصعب ماده ما تقول شنو السالفه، هي ماده سهله حتى نرفع بها معدلنا. جايبين اسئله صعبه وي. تعال فراغ تعارف ما تعرف مين جايب لي النمو، ادري النمو شنو، ادري النمو اقتصادي، النمو مو قصه ما قرينا نقرا احنا، يجيب لنا اسئله صعبه والله شنو الطلاب بعض غيرهم هم طلعوها سربوها للاسئله والطلاب ياكلوها، ايش علينا احنا؟ هم طلعوها، يعني هم اللي يسربون الاسئله يجيبون غيروها يجيبون اسئله اصعب يعني هم متعمدين يسربون الاسئله حتى احنا نركز عليها وما تجي اسئله، يعني هم يسربون رسوبنا، هم يجون متعمدين يرسبونا، يسربون الاسئله الاولى يسوون ثلاث نسخ، يسربون الاولى والثانيه ويجيبون الثالثه الصعبه حتى نقرا الاولى والثانيه يقول لك لا تقرا المسربه، هم يسربوها اي طالب يشوف اسئله مال امتحان يروح يقراها اي طالب. يعني اسئله كوما سهلة، اسئله كوما اسهل ما يجيبوها، زادوا الطلاب خلينا ننجح، يعني هي البلد من البدايه التدريس ماكو، ما خربوها اسئله، جابوا اسئله الاسلاميه غيروها، شنو السالفه؟ طبعا اول شيء تاثيره على الطالب، يعني هسه احنا دا يعني من نطب للجو بالصفوف اول شيء يعني حاره، ثاني شيء الاسئله صعبه ومطوله، وثالث شيء هسه حتى مال انجليزي حتى اكو بالطباعه اكو خطوط يعني اكو احرف من بينه، يعني اكو فد شغلات هواي صعبه على الطالب، يعني خاصه هسه الانجليزي، يعني هسه احنا يلا طلعنا هالقد مو مطوله ولعبان نفس، هسه عندي اقول لك سبلتين بنفس القاعه وحاره حاره حاره سبلتين دا احكي لك سبلتين وحاره بنفس القاعه، ومع العلم مشددين كليتهم ويانا، يعني اللي يعني ما تريد تسأله سؤال ما تقدر، تريد يعني تتنفس ما اعرف، زين الطالب زين انت من انطيتنا هاي الاسئله غير اريد مفهوميه الها، اكو كم شغلات ماكو ما مفهومه حسب الانجليزي اكو شغلات ما مفهومه، هسه انا واحد من العالم، انا واحد من العالم طب خصوصي، ليش؟ التدريس عندنا مو زين، اي تدريس عندنا مو زين احنا، انت ليش ما سالت ليش ما هم يبذلون طاقه مثل ما يبذلوها بالخصوصي؟ يعني بدل ما تدرس الخصوصي وتفهم الكيا مثل الشربت تفهم النياب بالمدرسة زين، هي المدرسة مثلها تاخذنا خصوصي، واكو مدرسات يجبرنك تاخذ خصوصي. هاي الوزارة لك الله بعد، الوزارة ملتهية بغير شيء. يعاني الى الاستقرار يصير شوكيد، يعني هسه لحد الان ما حد ما يشوف لنا الشغلات، هسه احنا سادس احنا يعني اكو يعني لازم توفر لنا يعني توفر لنا ابسط الحاجات، يعني الاسئله شويه تكون سهله بسيطه وسلسه، مو صعبه صعبوها علينا، واحنا انا صف سادس مهني، مو تقول علمي او ادبي، الاسئله اذا اشوفها هسه مال مهني تقول مال علمي، يعني احنا مهني، يعني هي صح يعني مع العلم الانجليزي مالتنا احنا سهل وقرينا وهاي، بس جايبيها مطوله، يعني السؤال جايبيه فرع اي وبي وسي ومطوله، يعني اذا الطالب ديدوخ، وثم الاضاءه مرات يعني حتى العين ما تك تغوش، اضاءه ما عندنا احنا بالصف قويه، اضاءه ضعيفه. ايه. لا قصدي النيونات، اكو كهرباء بس نيونات ماكو قويه. با حال الطلاب من أسوأ إلى أسوأ، فوق الضيم الحر والسنة كلها إحنا نعاني من أول ابتدائي إلى حد السادس الإعدادي نفس الشيء، فشل دراسي مو طبيعي، يعني حتى لو تتعين حتى لو تتخرج أنت ما راح تتعين، أبرز مشاكل المدرسين ما يوصل لك من أول ابتدائي للسادس إعدادي، هم مدرسين يعني فاشلين إلى درجة مو طبيعية، ما يقدر يوصل فكرة زينة للطالب حتى يقدر يستوعب الطالب، إذا هو يجي بالصف يشرح لك شلون مكان ويطلع ويقول لك تعالي بالخصوصي أنا أدرسك، يدرس بالمدرسة ياخذ راتب وبالخصوصي هم ياخذ راتب، ونفس الشيء كله أسوأ إلى أسوأ، ماكو أي حل بالوزارة، المعدة إلى الله شو يسوي؟ مين يتلقاها؟ حتى لو يدخل خصوصي هم راح تجي الأسئلة صعبة، هم أصلا يدمرون الطالب، ما جاي يسوون فد حل للطالب فد نظام للطالب انه يوصل الى درجة نجاح حتى ينجح.
ماكو اي شيء، ما جاي تقدم الوزاره اي شيء، بلد بكل وزاراته تربيه اي وزاره بالبلد كلها فاشله، ولا اي وزاره كلها فاشله. سبب الفشل هي دائما وزارة التربية بها فشل. ليش؟ تهريب الأسئلة أو تسريب الأسئلة العفو للطلاب. يعني منو هاي؟ شنو السبب تسريب الأسئلة؟ أولا مسنودين، العدة ظهر تجي الأسئلة، ما عدة ظهر ما أسأل بالنسبة للطلاب خطية هاي كلها. يمها الطلاب أغلبية الطلاب سماعات، واللي يقرأ ويتعب تجي الأسئلة. يعني حتى لا، هو أساس الفشل تسريب الأسئلة. هواي مشاكل، هواي غيرها. كم نتطرق لشكل الإدارة الأجهزة اللي جوا الفحص بيها ما قاعد تطلعها. لا يعني من أنا صارف هاي الصرفيات وجايب أجهزة، يعني صار الشاطر يعني هسه شنو صارت مساواة بين الشاطر والكسلان، ما يدرس وهاي يجي على الحاضر وينجح. هاي عدالة؟ تذا شاطر مجرد الشرح من المدرس انت تنجح، مو الا خصوصي. اغلبيه انا اعرف طلاب مو الا خصوصي، يخلون المدرسين يطلع يعني غيابات او اجازه سنويه وياخذ راتب وبيته خصوصي او يفتح له معهد. هاي سبب منين؟ من الدوله لو تمنع هيك شيء ما يصير. اكو اغلبيه لا، الراتب الله خير من الله، راتبهم شنو 800 و900 واكو مليون، بس هم طمع يا اخي طمع. هسه هم جاي يدمرون اجيال. انت شنو تبني مستقبل بلد كامل وحضاره بمن؟ بالدراسه، بالطلاب. يا لين هذا الشباب، هاي الشباب والله ان الله هاي بقت يم رب العالمين. اذا الدوله كلها فساد شلون بعد يستمر النجاح؟ بعد ما ينهض العراق اذا يستمر على هيك حال. شكرا لك حبيبي. يعني احنا امتحاننا اليوم اسئله كلش صعبه كانت والجو حار، واحنا الاسلاميه امتحاننا احنا شنو ذنبنا؟ احنا امتحاننا ومجاوبين، يجي عيد اسئله والله هم ضايعيها، احنا شو علينا؟ احنا شنو ذنبنا؟ احنا ورا ما نمتحن يجي يلغي الامتحان من عندنا. هم تقصير من الوزاره، احنا شو علينا؟ احنا امتحنا، احنا نريد نخلص. يعني احنا هسه مثلا اذا واحد طلع دور ثاني او اجل ماده، ايش وقت يمتحنها دور ثاني؟ شو كنت يحكي؟ احنا نطالب من الوزاره، يعني حتى ماكو لا خدمات لا شيء، القاعات كلها اكثريتها حاره، زين مساعده ماكو، يعني والاسئله اليوم كلها صعبه. يعني احنا اذا واحد يريد معدل شيء شلون يجيب معدل على هاي الاسئله؟ زين ما بيها تبريد، ماكو الاسئله مو وزاره. خلي يجي واحد من الوزاره خلي يجي يمتحن بهذا الحر. اتحدى واحد صرنا قاعدين ساعات احنا قاعدين هنا على الحر، زين وجايب اسئله صعبه، شو تريدنا نسوي؟ ها تريدنا ننجح؟ تريدنا نجيب معدلات عاليه؟ شلون نجيب معدلات عاليه وذني كل الظروف تصير ضدنا؟ كل شيء ضدنا، يعني حتى الوزاره تجيب مال ذني التربيه الاسلاميه وتلغيها وترجع امتحانات يعني مثلا هاي مال اللغه الكرديه وهاي يعفوها، احنا مالتنا يلغوها ويرجعون ياجلون بالامتحانات، ليش يعني؟ زين هي اصلا من الشعب غير سواسيه الكل. والله الرسم بالمدرسه اذا ما يدرسوا خصوصا حتى ما يدخلوك بكالوريا اصلا ما ينجحوا. والله يعني اصلا يعني كل واحد يدار مصلحته. هسه احنا اي مين صح مين جا اذا ما سجل يم مدرس او بالمدرسه اللي ياخذك سجل يم خصوصا ما تنجح، يعني اما بالماده هواي مدارس مدرسين سوى، بس اغلب المدرسين هيجي هسه يعني واقعنا اللي احنا دا نعيشه هسه حسب مدرستنا مدارسنا وهاي اللي دا نشوفها اغلب المدرسين هيك الا على الخصوصي، بس مو كلهم، يعني اكو ناس شرفاء يعني يساعدون، لا اكو بس قليلين يعني كلش قليلين. حتى لو يريد يساعد ما هو يقول انا ليش دا اتعب نفسي؟ هو نفسه انا راح اخذ فلوس وهناك بالخصوصي ودرسه ماكو فايده، ياخذ فلوس اكثر بدل ما ياخذ هو راتب شهري كله 750 ياخذ من طالب واحد 750. والله العظيم ماكو لا نخوه لا غيره لا تدريس لا ضمير كل شيء ماكو. والله العظيم انا ناشد التربيه
والقران لان ماكو هيك، ويريدون نطلع بعدين معدلات وطب. هو العباد ايش سوانا من نجي لحد الان؟ سوانا الاداره والاقتصاد 90 والله العظيم، والقانون يلا ثيم الله. ما يصير هيك يعني يعاملون الطالب هيك معامله باسئله صعبه جدا، يعني تخيل سؤال كامل بستة فروع، سؤال واحد ستة فروع، واسئله مطوله واسئله صعبه جدا، اعتبار تهديد هاي مو اسئله والله العظيم، يعني يحط وياها طلقه تصير تهديد المؤسسه هاي. بس انا على سبيل المثال هذا الكتاب ايش قد عدته؟ تقريبا اربع مرات خمس مرات، يعني حفظته على صدري كامل هذا الكتاب. من اجي هسه انا على مود ادرس الادب جاوبته، شنو ذنبي انا هسه الاسئله الصعبه ما اقدر اجاوب بها كل شيء؟ على اساس هذا يعني اللي مشتري اسئله مرتاح ومن وراء وضيم وهذا، واني اجي اوقع بيها والطالب الفقير يوقع بيها؟ والله ما اعرف عاد، بعد هم وضميرهم التربيه بعد، يعني لو يشوفونا حل هذا الشيء. احنا هسه يعني واقعين بمأزق، بعد عندنا رياضيات، الكيمياء خوب، لا تحكي حكايتها، ما حد يمتحن كيمياء، فيزا ما حد يمتحن، يعني اسئله اذا يجيبها سهله الاسئله صعبه، يعني ماده صعبه جافه، مو مال يعني دراسه ومال حاله نفسيه سوي عندنا يعني هيك شيء. درسنا بس كانت الدراسه مو ذيك دراسه قويه، يعني مدرستنا اللي كانت تدرس يعني مو بعض الاحيان مدرسه زينه مدرسه مو زينه، يعني مو التدريس الخصوصي يعني اللي يعني عنده بس طالب واحد او طالبين او ثلاث فيركز عليهم، مو مثل عنده فد 20 طالب. ويعني شغلات ثانيه يعني همي انا شقل لك، يعني صار التركيز اكثر شيء على هذا الطالب، ويعني ما يستحي الطالب من يسال المدرس، المدرس ما يفشل لان دافع له فلوس، بينما اذا اسال الطالب بالمدرسه له اما طنقر له يقلب وجهه علينا له يقول هذا خلي لكم انتم جاي تركزون على هذا الشيء. يعني ما يدرس بالمدرسه في سبيل اجل خلي يمه خصوصي. اي هذا المستوى، اي ليش المستوى اصلا؟ تعال ما درسك والله تجي تدخل يمه خصوصي وما نجحك، اكو بعض المدرسين ما نجحك اذا ما تدخل يمه خصوصي، انا ما عندي امكانيه على اساس ادخل خصوصي، وغصبا عنه ينجحني. وبالنسبه للمال الاسلاميه مال الاسئله اللي سربت وهذا، هذا مو خلي الطالب، هذا خلي الاداره من عندهم، احنا ما لنا شغل يعني ما لنا ذنب به. انت سربت الاسئله يعني احنا سربناها، الاسئله انت اللي حاطها ومن عندك سربوها، تحاسبهم لهم ما تحاسبنا احنا. وهذا عقاب لنا صعوبه الاسئله هسه اليوم اسئله يعني لا علمي طبعا عقاب. نعم عقاب للي عملوا في هذا الجانب ما تسرب الاسئله، والفقير اللي وقع بيها اللي ما عنده اللي قاعد يقرا بالبيت. لان احنا هذا التقديم مال الامتحانات اللي صار علينا نعطونا ايام اضافيه للامتحانات، لان يدرون واسه الطالب راح ينكسر، بس واسه الطالب هو ما يتجدد بيوم لو بيومين، هو بعد كم يوم على الامتحانات. كليتنا ترى هسه موجودين، ما حد بينا من سمع بالخبر ترى قال كلها شمرت الكتب وقعدت وصفطت وقعدت زين، وهم لو يفتهمون على الاسئله اللي تسربت مالي لهم، هي هم تسربت اليوم الاسئله وجابوا نسخه ثانيه على الاسئله اللي تسربت مالي اليوم، المفروض يجيبوها لان الشعب هسه ترى ديفور زين، وظاهر اكو مظاهره راح تصير هم بساحه التحرير على هذا الحكي. اي فاللي صار هنا جابوا اليوم غير اسئله، الاسئله مو نمطيه، مختلف النمط مالتها، صيغه السؤال ما متكرره بالوزاري نهائيا، اكو اسئله ما متكرره الصيغ مالتها بالوزاري من الثمانينات لحد الان، وهوايه مواضيع كانت سهله اليوم يعني اكو يعني في التفاصيل احنا من دنحل حتى ما نقدر نطمن، يعني اكو سؤال سهل كلش واكو سؤال ما ينحل اصلا، لا احنا بالسؤال السهل ده نقدر نامن انه حلنا صحيح، ولا بالصعب ده نقدر نحله اصلا. فهي هالمشكلة ان هم كسروا واسط طالب باللي سووه بسالفة التأجيل. ماكو وزارة ترى تمتحن طلاب وراها تحرق 340 ألف دفتر، يعني صناديق انتخابات احترقت، دفاتر احترقت، شنو هالحكومة هاي؟ اردفتم يعني ساني طالب سادس من العطلة، انا تقريبا صار لي سنة وشهرين وشوية دا اقرأ مناهج سادس، ليش وين داخل؟ وفوق كل هذه معدل الطبية 99 بوينت، والله يعني ايش عندي وين داخل؟ لا حكومة أكو، لا رقابة أكو، تسريب وما تسريب، وقالوا راح يحطون أسئلة بقاصة بين ثلاثة قفال، شنو القاصة مزروفة طلعت من عندها الأسئلة النسخة الأولى؟ ماكو، الحكومة مالتنا تعبانة، لو الحكومة تفتهم ما تسوي هذا قرار مال إلغاء، لأن هو التسريب طلع من عندهم مو من عندنا، فهي المفروض تتحمل الذنب الحكومة، مطين أيام للطالب عبالهم يعني يعني يدرون طالب هسه راح ينكسر، بس مثلا احنا شو نريد نسوي بهاليومين الثلاثة؟ ما راح نرجع نقرا. يقرا أي اي يجي على الحاضر هذا الطالب الموجود، ترى اكو هسه فد سالفه مال انه على اساس تتسرب الاسئله ويتساوى طالب الشاطر ويا الكسلان، ماكو شي خريط. شلون يتساوى الطالب ويا الكسلان؟ يعني تتقنعني طالب تجي الاسئله بالاربع الفجر راح يقعد يحفظ ايه، لو يحفظ حديث، لو يحفظ شعر، لو يحفظ تعليق نقدي، ايش راح يقعد يحفظ؟ من المستفاد؟
تدرس المدرسة ما يلحق ابو المدرسه، ابو المدرسه ما يلحق، لو هو يتقصد ما يلحق حتى تتجي لما تاخذ خصوصي ما يلحق. يعني ثاني بمدرستي انا مدرستي شمالي فوقها اهليه، انا نص المنهج ما مكمله، ما مكمل اصلا منهج، هواية مواضيع انا التجيت لو لليوتيوب لو حتى اروح ادفع فلوس اخذ محاضره، شنو ذنبي؟ وانا عود ابو اهليه، عاد ابو الحكومه شو يقول؟ فالصوت مو من عندنا، الخلل من الحكومه من ناحيه التدريس، الاسئله، التسريب، كل الخلل من الحكومه. قلنا له احتياجي فيه والحسين كتلنا الحظ مثل الموطه معتاني. يبا علي هنا جيب لي اياها بالعباس ماي ماكو، جيبوا لنا يا حار. ها والكهرباء تعبانه والسبلت شاعلين الفان مالته، شايف السبلت؟ هذا الفان الحار. الفان عليك. هاي شلون عرقنا؟ كله عرق متنا. والحسين واسئله كل خير ما بيه، ذاك يوم شلون اجلوا امتحان ما سام؟ ليش اجلوا؟ هم بيناتهم جاي يسربون، هم ذو هذا محمد بيناتنا جاي يحملنا، احنا شو علينا احنا؟ ها؟ ليش ما تسالني؟ اسالني بس اسالني حتى اجاوبك شو تبي. اكو طالب يقرا سنه كامله تجي الدوله والله بكل بساطه الغوه خلينا نعيده، مو يسهله يعني على اساس انا راح اقعد اعيده ورا الفيزياء. انا دارد بالي ارتاح. حسين تموت عساه بحظه وبخته محمد اقبال، عساه بحظه وبخته وبجهاله كل من جاب هاي الاسئله، والله لا يوفقه ان شاء الله، بس حط هاي الاسئله بس حطها صدق، والله العظيم عساه بحظه وبخته ان شاء الله، الله لا يوفقك محمد اقبال، الله لا يوفقك محمد اقبال، الله لا يوفقك. ادري جاب من الكتاب يقول لي الشاعر بيا معركه مات، انا ايش ما ادري بيا معركه مات، لك شنو هالغضب هذا؟ ايش ما ادري بيا معركه مات؟ لك والله العظيم ما ادري. لا تقطع، العباس عليك لا تقطع. لا تقطع، يقول لي الشاعر وين مات؟ ايش ما ادري وين مات؟ نبغى يجينا المدير مال القسم يقول من السادس ابتدائي حافظ لشاعر، انت ماكل وياه بزاد وملح، ايش ما ادري بيك؟ انت علاقتك قويه وياه، انا ما اعرفهم. يا اخي انا ما اعرفهم. حسين تعبان واذا طلعت 50 احمد الله وجهه قفا، لا تقول لي ليش وجهه قفا، يعني حمد منا وحمد منا. والله هي يعني معاناه انه يعني طالب سادس انه انت سنتين تقريبا انه انت بس قاعد تقرا على مود تحدد مصيرك تقريبا باسبوعين مال امتحانات، فيعني هي كلها راح تكون معاناه وتعب وخاصه انه الـ 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 الظروف ما تساعد والامتحانات ويعني هكذا يعني. والله الحمد لله يعني شوي يعني ماشي، بس هم يعني شوي ضوجونا من اخر الامتحانات هاي ومال الاسلاميه شغلته ومال العربي شويه هم تنجبوا شوي يعني الاسئله اكثر من يعني مستوى شوي صعوبه يعني قويه. يعني هم يخربون يعني داخليا يخربون بيناتهم ويأثرون على الطالب من حيث الأجواء مالت الطالب يجيبون الأسئلة صعبة. زين الطالب شنو ذنب؟ أنتم بيناتكم ما مصافين، الطالب ما له أي ذنب. فهاي يعني هاي أبد ما تسوي مؤهلات للطالب بأن يتحفز ويقرأ ويجتهد من مادة الإسلامية الكل قارئ، بمادة الإسلامية الكل قارئ بس هم خربوها. يعني أهل الإسلامية ما خلى أي واحد يعني يقرأ، كل التحفزات مالتهم خربت. يعني كطالب يعني سنة كلها تعبان ويعني يغلط له في شيء مثلا ما تصير أي فرصة ما يجتهد. وذاك بسمع هاي يجتهد ويطلع معدل يروح اللي مثلا يريد عليه اللي يرغب فيه. بعض المدرسين بالمدرسة ما يدرس زين بس بالخصوص لا يعني تقنية مدرس تقنية يعني تلقى تام. زين ليش المدرس بالخصوص نفسه يدرس المدرسة؟ ليش ما يبذل بالمدرسة؟ مو ذا بذل الجهد بالمدرسة ما راح يستفاد بمن، ما راح يحصل طلاب، ما راح يكتسب طلاب بمن بالخصوصي. فشنو مثلا حيث الملازم ما ينطيها بالمدرسة، ينطيها بالخصوصي. ملخصات ما ملخصات ما ينطيها إلا بالخصوصي. يعني هو يريد يعني يحصل رزق، يعني شو يسوي؟ والله بعد على الله سبحانه وتعالى، يعني شو يسوي؟ شو يسوي؟ هم الله يساعده وأكثر يتعدى شهداء، يعني شو يسوي؟ طالب الوزارة أنه ترغي تدرس الخصوصي؟ يعني تخلي الأستاذ يدرس في المدرسة بس؟ وهذا الشيء صحيح يعني طبعا هذا الشيء صحيح، لان هي شنو هي وزاره تعليم مثلا، انت لازم يعني الطالب لازم تراعي ظروفه، يعني ما عنده شيء يسوي، شيء يسوي ما عنده. الى متى تستمر هاي المعاناه؟ والله تبقى يعني شو يسوي الا لحد ما الحكومه الله سبحانه وتعالى يشوف لنا حل. يعني شو نسوي؟ شو نسوي؟ سادس حاره، لا حاره الماء يجيب لك اياها وحاره اصلا، يعني كل ساعه الكهرباء طافيه، شو نسوي احنا؟ شو نسوي احنا؟ يعني وين يعني وين الحافز الموجود لنا؟ والله يعني هسه حاليا كقاعات كمركز امتحاني زين، بس الاسئله اللي قاعده تجي يعني شويه بيها صعوبه. نرجو وزير التربيه ان يتابع هذا الموضوع. اي الاسئله اللي سربت اذتنا حل مال الاسلاميه، يعني العربي الجتي كلش قويه، اسئله صعبه. يعني واحد يعطش ماي ما يشرب،
الحم تكرم حمام مراقبين شويه يعني تكرم حمام واحد ما يقدر يعفى بمره كلش يعني ما يخليه يطلع يعني فينا مرضى يعني مثلا يقول الحمام ماكو يعني تشدد فد مره قوي يعني هي الاسئله طلعت تسربت عمت على الكل يعني انا بيا سكر اكو شوف هاي الانسولين بيا سكر اقول له روح الحمام يخليني ماكو اي طموح اي طموح ماكو اي طموح ماكو ما طول هاي الحلم هاي داي يخلصون ويصير مهندس ويروح يشتغل عماله كل طموح ماكو لان حكومه كل شيء ماكو صفر حتى هاي امتحاناتنا وراحتنا وجايتنا يعني كل هدف ماكو مجرد اسم شهاده اي مجرد اسم شهاده يعني كملت ما كملت هسه كحاليا كواقع كل شيء ماكو تروح تلزم حالك حال تلزم دا يكنس ودا يشتغل كل من لازم له في المصلحه يشتغل بها يعني كل هدف الحياه ماكو كل مستقبل ماكو هو بذيك الامتحانات واكو شطار وجابوا يسوون مغش والله يسوون مغش انا اعرف طلاب يعني من وراء الحكومه فاسده نرجع بشكل عام من كل مو بس من ناحيه التربيه من كل النواحي انت شفت لك هسه مدير تربيه طلع افتر على مراكز امتحانيه شفت لك وزير طلع شفت لك وكيل مو يعني كل شيء ماكو هاي الست على طريق كركوك راحوا نسوا انقرطوا قرط طلع شوف حاله الطالب مو بس يوميا انفجار خطف تعال شوف هاي بحيور يخطفون جهال يدتشوهم يشقشقون ويدبون بالبيت والله طبعا تاثر ليش ما تاثر يعني طالب يدرس يكمل يشوف جثه يشوف جوارينهم مشرح يشوف اخوه يشوف ابن عمه مقتول شو يصير بي ينسى القرايه ينسى اللي جاو كشي مختصر اقول لك من الاخير حكومتنا فاسده وما تصير لها كل شارع اذا ما يطلعون ذول الحراميه الخلايا النائمه بكل الوزارات مو بس وزاره التربيه بكل الوزارات احكي لك كشي عام ولا هو وزير قاعد لا يطلع يتابع لا يطلع يشوف الوضعيه شنو بده يصير عنده بالوزاره مالته مو انت وزير اطلع شوف اطلع تابع سالفه الازدحام يعني انا هاي يعني سامع انه قبل ويعني هاي يعني ماكو ازدحام على سريع بيسيطره يعني احنا نجي كطلاب متاخرين نطب للامتحان متاخرين يعني اشوف الاسئله يعني اقعد ارتاح شويه ازدحام يعني فد مره يعني سيطره اكو بين يعني مدخل ومدخل خلي تكون سيطره يعني بدايه المنطقه تكون سيطره وبدواخلها ماكو داعي يعني تكون يعني سيطره من هنا سيطره بين ثلاث منافذ يفتح منفذ واحد واثنين مسدودات بس من يجي المظللات تفوت المظلله تفوت صدق محافظين يعني يريد يحافظ على الامن طب شوف يعني اطلع تفتيش اطلع سوي بس انت مو انه كل منطقه سيطره ما تراهم من كل النواحي مظلومين والله مظلومين من كل النواحي ما طول هاي الحكومه مالتنا نبقى مظلومين ما يرفعوا عندنا هذا الظلم ما يرفعوا عبد هسه يقولون شو اسمه الاسئله صعبه وما شنو وهذا ما جاوب اكو هواي شطار وجاوبوا 100% والله العظيم انا اتمنى يكتبون عليهم غش الله يقبل محمد يكتب عليه غش يعني تعرضها ليل ونهار يقرا لا اكل لا شرب بس يقرا عندي ينجح يكتبون عليه غش هو مجاوب صدق مجاوب وما غاش يكتب عليه غش والحار والهذا ساهل يا طالب شويه اخلي رحمه الله شويه انت كوزير حار ممنوع ماي تشرب ممنوع اسهل امور اسهل الوضع للطالب مو ارحموا في الارض ارحمكم في السماء والله هي اول مشكله واجهناها بالسادس حاليا تاجيل امتحان الاسلاميه يعني احنا كنا مجاوبين بشكل يعني عام كل الطلاب مجاوبه كانت صح طلعت الاسئله بس ما حد قراها لان ما حد يعرف انه هاي الاسئله جايه كلنا جاوبنا وطلع الامتحان قالوا امتحان تاجل غير يوم كل امتحان تاجلت وجت اسئله صعبه وخاصه العربي 80% من الطلاب اجلوا اثر علينا كلش والله صراحه والله يعني امتحان عربي ما حد جاوب اثر علينا 80% من الطلاب يعني اجلوا اسئله كانت صعبه كلش والله هي تخاف على مستقبلنا تجيب لنا اسئله يعني ترى يرعون طلاب هالحر نمتحن يظل هذا الاهمال اي يعني اهمال من تربيه يعني ما بالاضافه الى تاجيل الامتحان يعني من اجلونا الامتحانات كلها اسبوع واحنا يعني بامس الحاجه انه نبقى فتره شويه ناخذ استراحه لان تدري احنا من 1/6 بادين من السنه اللي فاتت فصار اكثر من سنه نقرا وتعب صار علينا ضغط وضافه اسبوع يعني صار علينا ضغط مو طبيعي والله الصراحه لا صعب صعب صعب, صعب. كلش يعني بهالاجواء وهالحر يعني حتى اللي كان بباله معدل ضعف كلش يعني خاصة ماكو أيوة. ماكو يعني
خصوصا هاي السنه اسوء من السنين اللي قبلها بهواي، يعني نسبه النجاح السنه فاتت ايش قد 30% ما توصل السنه، اذا وصلت 10 نعم. ما توصل 10 نهائيا، ماكو معدلات هسه طلاب يريد معدل خاص الحياة، طلاب الاحيائي يعني يريد معدل، يعني اذا ما يجي معدل اذا مو عدى فوق 90 ما يفيده، يمسح كل مواد يمسحن ما تفيده بالحر والاسئله ما حيجي. انا اعرف طلاب كل شيء هواي لغه واجله وراح يعيدون السنه، يقولون هاي السنه ما تفيدنا. احنا اجلنا والله صراحه اجلنا، هاي يوم اقتصاد اجلنا امتحان اقتصاد، الاسئله كل صعبه كل صعبه، هاي ثاني يعني ثاني سنه اقتصاد يصير بالتطبيقي. والله هاي ما دام التربيه موجوده هاي لحد ما نخصم التربيه الله نقوم نعاني. اقول لك يا حكومه اصواتنا وراحت صناديق ترقص شو قهوه والله العظيم وقت على طلاب السادس واللي جاي يكتبون على غش. اه وجاي يكتبون على غش اغلبيه الطلاب يتصاروا وياهم. انا يعني اكو ناس اي شو سالني يعني اجوا انا بالنسبه اوجه رساله لوزير التربيه يعني يكون يراعي الطلاب والاسئله بهالحار، مو يجيب اسئله صعبه والضغوطات كلها ومراقبين مراقبين كلش مشددين ويانا فد مره. لا والله الصراحة يعني خاص يعني الأجواء هسه شايف الحر، هاي اختنقني احنا طالعين امتحان صار لنا ساعة بالطريق احنا ازدحام، نطلع من الستة والله العظيم من الستة الساعة بيش صارت؟ ب 12 مع الساعة بيش ها متنا. اي والله الله يخليك الله يخليك. والله وين مشاكل عند الطلاب هسه حاليا بهذا الوقت، اما يعني مثلا الاستاذ ما يتعاون ويا الطالب وشغلات هواي مثلا تدريس مثل مو مثل قبل كان التدريس بزمن ابانا واجدادنا، يعني وايد مشاكل الطلاب دا يعاني الطالب حاليا. وثاني شيء هم يعني الطالب هم دا يقصر بهالوقت دراسته اي شيء دا يقصر. مو دائما يعني مو دائما بصف الطالب يعني واقفين، يعني مثلا اكو هواي اساتذه يظلمون الطالب تلقى لا جزء الطالب هو ظالم نفسه. تعتقد الطالب يحقق طموحه مثل هذه السوء او السلبيات المتواجده؟ لا وين يحقق طموحه، هذا يتخرج الطالب ويتعب 4 سنين وهذا و 12 سنه يدرس من هناك واربع سنين بالجامعه وهاي وبعدين لا تعين ولا هاي، وين يحقق طموحه؟ يعني حكومه فاسده والثاني طالب شيء اكيد حكومه فاسده، هي اكيد حكومه فاسده. تبع القصاب وضرب الدار على البنشرشي وضرب البنشرشي على الطيارات رحم الله والديه خرب الفيديو. اي طبعا حكومه فاسده، يعني ما حق الشباب كلها تتعين ولا تتخرج ولا تعين ولا كل شيء. هذا واحد طالب يستغلها بشكل صحيح ما تاثر عليه، هذا طالب لا يجوز تاثر عليه. غير عمود المادة غير عمود الهاي، بس هو لازم يحس بيهم الأستاذ كود يدرس بالمدرسة مثل ما يدرس بس خصوص، يعني مو عمود المادة يروح يدرس هناك يجبر طالب عمود يروح يدخل خصوص. لحد ما الحكومة تتغير، هاي الحكومة ظل هيك احنا نظل ماكو لا تعليم بالعراق لا اي مستقبل للطالب. بالنسبة لأبنائنا الطلبة في الوقت الحاضر أرى أنهم يعانون معاناة كبيرة كل النواحي. السنة الدراسية أراها أنها كثيرة العطل الرسمية وغير الرسمية، توقفات الدوام، بعدين الامتحانات المكتظة، الأسئلة، الظروف اللي تمر بهم، الكهرباء، الظروف الأمنية، انقطاع الطرق. فأنا أشوف هذا يؤثر على مستقبل الطالب على مستواه العلمي. احنا نريد الطالب بالاعدادية بسادس العلمي يكون مستقر اجتماعيا وعلميا في سبيل يكون ناضج حتى يخدم بلده ويختار هو الكلية او الاختصاص اللي هو يريده حتى يخدم البلد. اما وفق هذه الظروف المضطربة والتغيرات والانقطاعات والعطل الكثيرة انا اشوفهم يعني التعليم ما مبني على اساس، التعليم ما مبني على اساس رصين، أشوف الطلاب أهم شيء عندهم الدرجة والمعدل، أما أساس العلمي فأنا أشوفه مو بالمستوى الصحيح اللي كنا إحنا بزمننا. كنا إحنا نركز على الأساس العلمي ما نركز على الدرجة هي الدرجة والمعدل تحصيل حاصل يجي من الأساس العلمي. وإحنا نلاحظ وزارة التربية في الوقت الحاضر ومشاكلها الكثيرة والظروف اللي تصنعها للطلبة. إلى أين مشاكل وزارة التربية؟ إلى أين؟ شو
نعم نعم نعم. الحقيقه بالنسبه للتربيه ان شاء الله هي راح بلكت تشكل وزاره جديده تاخذ نظر اعتبار هذه المشاكل اللي مروا بها الطلبه حتى تعالجها في المستقبل الوزاره الجديده ان شاء الله، واحنا نتمنى انه تنحل هاي المشاكل جميعا. وبوجود هاي المشاكل الطالب يحقق طموحه؟ الحقيقه دا يعاني الطلبه، هم الطلبه دا يبذلون جهود كبيره ويسهرون الليالي، رغم هذه الظروف احنا طلبتنا ان شاء الله هم يحققون الشيء المطلوب، هذا بلدهم وهم عماد المستقبل ان شاء الله رغم كل هذه الظروف. اي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بالنسبه لنا يعني انا كاستاذ احكي لك، واليوم عندنا امتحانات تصير، عندنا الخروقات تصير هي الجو الدراسي ما ملائم، يعني المبردات عاطله بصراحه، حاطين مبردات ضعيفه جدا، حولونا بالكليات، زاد الوضعيه سوءا. طابق رابع اليوم احنا مبرده واحده، حر، المي ما دا يكفي، نستجدي المي قوه، مي مال شرب للطالب، تدري هاي حالته النفسيه للطالب تزداد، يعني دا يصير ضغط عليه فوق الحر. فنتامل انه من وزاره التربيه توفر هذا التبريد اقلها كمبردات، بنكات اضافيه. ثانيا نتامل انه حمايه الاستاذ يا اخوان، يعني اليوم بدنا نسحب نقل الطالب يقول لك انا علمك، يعني هاي الحاله تصير عندنا هوايه، انا واجبي اسحب النقل لينقل، من يجي يقول لك انا علمك دوقف لي، يعني هاي اريد من وزاره التربيه من رئيس الوزراء انه يدعمنا بال الى متى يعني اي احنا اساتذه نعم اي يعني نريد تفعيل دور حمايه المعلم، يعني هاي عندنا ابرز ما نواجهه انه تهديد يصير على الاستاذ، يمارس حق الاستاذ يسحب النقل، الطالب يجي يقول انا بالجهه الفلانيه انا علمك انا ترى انا هيك، وين الدوله يعني هنا؟ من مارس واجبنا يجي المشرف يقول انت مقصر، طيب انا صرت بين يعني بين الرحى اسحب النقل احتمال اتاذى من الطالب، ما اسحب نقل المسؤول الاعلى حيواجهني يقطع راتبي او يوبخني او يوجه لي انذار، اكو حالات غش ما نقدر لها احنا كالسماعات مثلا، يعني ما عندي جهاز اكشف السماعه، طالب ده يكتب وكل بكل رحابه الصدر، يعني هي مشكله قلت لك، يعني تكون التربيه توفر اجهزه للكشف عن السماعات مثلا، تفتيش دقيق، اسئله خلت تكون شويه اهدى. والله انا قلت لك يعني دا اسمع كسماعات يقولون موجوده على الانترنت، دا يسوون عروض، هل قد السماعه هل قد سعرها هيك الاجوبه وياها، يعني هاي تصير شنو ذنب المجتهد، يا هذا راح يجي سماعه بذانه، هاي الحالات المشكله دا تصير عندنا. والله استاذ هاي مسؤوليه يعني المسؤول على الاسئله، يعني ما نعرف احنا اللي عندنا الطلاب تجيني هيك حالات، يعني انه اسئله تتسرب وكذا، دعايه اكو تصير دعايات اكو، لا هسه مال هاي ما نعرف بعد احنا ما مسؤول عليها، بس هي يصير تسرب اكو، انا اقول لك اكو تسرب اكو خيانات اكو تصير اكو خيانات يعني بس الدوله هم ما تقدر تحد من عندها، لان البلد بلد يعني اكو خروق. نعم هو هاي بعد هذا سوء حظ الطالب، تربيه استاذ ما تقدر تسوي شيء، اكو مافيات مافيات كبيره، يعني الله يعين الدوله ما ادق لك، يعني ما تقدر الدوله تحط على كل مواطن شرطي، مو هي المشكله هنا الى انه ذنب انه خلق عراقي، ذنب انه خلق عراقي. نتامل خير بالحكومات الجايه بركه الله وان شاء الله خير. والله الطلبة اللي حاليا يعانون من قلة الامتيازات وقلة يعني الاستعدادات للتدريس في المدرسة وضعف المستوى التدريسي بالنسبة للمدرسين أقولها، وعدم توفر البنايات المدرسية المناسبة لكي يستطيع الطالب أن يشعر بأنه في مدرسة، وكذلك يعني الدوام
أصبح يومهم يعني بالأسبوع عطلة، سابقا كان يوم واحد اللي هي الجمعة. فحاليا يعني المعاناة الطلبة لهذه الأمور يعني أصبح يرثى لها، والامتحانات تعرفها بالشيء الأخير، الامتحانات يعني ليست بالمستوى. فالسبب يعني الظروف كلها كالبت، ونقول بالدرجة الرئيسية هو الكهرباء أيضا. الكهرباء خلي ولو أشد شوي عن التعليم، الكهرباء أنا أعتبرها خلال 15 سنة لم يتوفر الكهرباء أدى إلى تدني المستوى التعليمي بشكل كبير، إضافة إلى الصناعة والزراعة والمرافق الأخرى. هذا هو السبب. فلماذا يا حكومة، لماذا يا دولة عدم الاهتمام بالمستوى التعليمي وهو الأساس؟ التعليم زائدا الصحة. أبدا أنا ما أعتقد، لا، لأنه أبسط شيء لو ننظر إلى هل توفرت المدارس بعدد كافي؟ لا. هل توفرت المدارس بنوعية مناسبة؟ لا. يعني الفساد الإداري كثير، التوجه نحو التدريس الخصوصي هذا ما كان موجود، يعني أصبح كأنه يتعمد عدم إعطاء الطالب أو التدريس بالمستوى المطلوب لكي يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية، وطبعا هذا شيء مؤسف لم يكن موجود سابقا في العراق، كان موجود في دول أخرى ولكن أصبح حاليا في العراق، وهذا ما سبب تدني المستوى التعليمي. ونقول يعني الله يساعد العراق على الجيل الصاعد حاليا، لأنه لا يمتلك من المؤهلات التي تساعده أن يكون يعني أو ينهض بالعراق. شوف أنا حسب ما أتابع على المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، كل الأهالي وكل الطلبة تشتكي أولاً من المناهج، صعوبة المناهج، يعني يصعب على الطالب بالأخص الابتدائية تكون المناهج صعبة. وانت تشوف يعني أغلب الإعلاميين منهم الإعلامية رنا الحسني طبعاً تقود حملة ضد المناهج لأن المناهج بها صعوبة. ثانياً المدارس الحكومية غير مهيئة، غير مؤهلة للدراسة، ما بالك يعني 40-60 طالب في صف واحد، هذه كلها تأثر على نفسية الطالب. فمن المفترض أنه المدارس الحكومية تنافسن المدارس الأهلية. إحنا نشوف المدارس الأهلية ده تتخطى هواية وكثير تتخطى المدارس الحكومية. طيب ليش؟ طيب ما في كل العوائل يقدرون بأنه أنا اليوم الحالة متوسطة عندي، أو في عوائل ما تمتلك هذه الأموال الطائلة حتى تفوت أولادها الطلبة للمدارس؟ طبعا أكيد، يعني إحنا دنعاني الشعب العراقي دنعاني من الحالة الاقتصادية المتردية. طيب فيجب على الحكومة أو على الدولة العراقية، أكو فرق بين الحكومة والدولة، فأني أخص الدولة وأخص الحكومة بالكلام، بأن تنافس المدارس الحكومية المدارس الأهلية. طيب ليش المدارس الأهلية دا تتميز والمدارس؟ شنو ذنب الطالب الفقير بأنه ما عنده أهل يدفعوا له يروح المدرسة الصف بيها 60 طالب؟ هذه ثاني يعني قضية، أولها المناهج، ثانيها البنايات المدرسية الغير مهيئة غير مؤهلة للدراسة. مستحيل يعني 60 طالب بصف واحد، يعني أعيد وأكرر لك 60-40 طالب في صف واحد. التربية طبعا حال المتفرج، أتفرج ولا أعمل شيء. طلاب السادس الإعدادي هي المشكلة مو بس بالطالب، تعتمد على الطالب، تعتمد على الأهل، وتعتمد على المدرسة. المشكلة هسا اللي يعاني الطلاب، يعني يعاني أنه إيش راح يقرأ، إيش يقرأ، بدي هي هسا. إحنا قبل كنا نهيئ على 40 يوم، وإحنا هسا حاليا الطالب من يخلص خامس يبلش بالمواد ويبدي يقرأ. المشكلة الثانية، المشكلة هي بالأهل. الأهل حاليا هسه صارت مشاغلهم أكثر من اللازم، اللي بالتيدي يشتغل واللي
الام مايده تركض ولا اولادها واللي خايفه عليها بالطلعه والطبه والاب يركض وما يلحق حتى يتابع ابنائه. انا عندي حشوف شيء عام يعني عدا الاماكن يعني عدا الشيء الخاص. المشكله الثالثه هي مشكله التعليم نفسها، يعني هي مشكله بالتربيه. يعني هسه هاي ابسط شغله ذاك اليوم اللي طلعت اللي قالوا بانه صارت تسريب بالمادة الاسلاميه واللغه الماده واعاده الامتحان، عدم ضبط الامور بالتربيه، يعني هاي امور كلها ضد الطالب. بالرغم من انه احنا نشوف انه معدلات عاليه، يعني اكو فتفاوت دي يصير بين الطلاب الطبقه يعني اللي ما عنده بين الطلاب اللي يقدر يصرف والاهل يصرفون عليه من بدايه الموسم لنهايه الموسم. يعني هذه الامور اللي احنا هسه المشكله هسه الوزاره احنا دا يصير يعني هذا تربيه كل 4 سنوات هي دا تتغير عندك جهه كامله، دا تغير وزارات كامله، دا تغير بيئه تعليم، دا تغير اداره كامله وعدم تنسيق وعدم اختيار الجدول يعني اللي دا يناسق ويا يعني ويا حالنا الحالي. يعني هسه احنا المشكله عندنا التربيه عايشه في عالم والطالب عايش في عالم ثاني. يعني بدا يقيس انه التربيه شنو هسه المطلوب. يعني هسه امتحانات اوروبا امتحانات العالم كلها هي يس نو هالامور هذه تشيك. يعني هل يعني هالامتحانات احنا يريدون الطالب من عندنا بروفيسور يعني يبدي يخترع اشياء بالاجابه. سهل العمليه مو اشكال، غير التدريس، غير العفو منهاج التدريس، وبنفس الوقت سهل عمليه الاجابه للطالب يشوفه مستوعب للماده وما مستوعب للماده. يعني هذا على الاقل فشي نقدر نقول يساعد الطالب بالمستقبل انه نطلع منه طالب زين. اكيد يعني هسه المشكله مو بالتدريس الخصوصي، يعني الناس لو مكتفيه بكهربائها وبمويها بمولداتها يعني مصاريفها زياده، انترنت هسه موجود. يعني المشكله هسه لو اكو يعني يقدر يضم فد مبلغ معين يدرس به ابنه، ولو احنا انا ضد التدريس الخصوصي. يعني العالم على اذا شوي نريد نقارن بالعالم هسه احنا 2018 التدريس الخصوصي يعني مو صحيح. المفروض المدارس هسه اشوف المدارس الاهليه قليل ما يحتاجون اهاليتهم الى تدريس خصوصي. هو بدا يصرف من البدايه ويعرف بانه هسه سياحه صارت، الطب سياحه والدراسه سياحه حاله حال العالم. فاكيد يعني اضافه حمل ثاني للعالم العراقي هي طموح فشي واسع. يعني هي كلمة طموح شوية بهالبلد شوية صعبة. يعني هو نهاية الطموح يريد يصير شيء. يعني هسه انت لو تفتر بالاسواق تفتر بالمحلات تفتر وين تلقاهم كلهم طلاب وخريجين ودرجاتهم حلوة وعالية. هاي شفنا بجورجيا وشفنا حمالين شفنا، مو عيب الشغل، بس هي المشكلة انه الطموح صعب. يعني هسه صار حتى اللي يريد يبدع بدراسته من يشوف الواقع ينصدم به يصير عنده نوع من الاحباط. بداية حياته الدولة هي تشيل الحمل الأكبر، هي إهمال نقول 70% تشيله. يعني هي دولة تشيل 70% من الإهمال اللي دي يصيبه للطالب. يعني هسه تقدر تفعل الأنشطة الحالية. يعني عندنا بلدنا بيه مليان معامل ساعده إنه خليه يفتح يشتغل، ادعمه، ألغي عليه الجمرك، ألغي عليه، خليه يشتغل وراء الطالب يحقق طموحه. هسه مو يعني إلا تعيينه حكومة، بالعكس هسه إنه ادعم الاقتصاد، يعني ادعم الاهلي، خليه انه مربوط ويا الدوله ويا الوزاره، خليه انه الى راتب الى تقاعد الى حقوق الى اذا اصابت عمل تتحمل الدوله. طبعا الدوله تتحمل هواي، ولهذا يحبط الطالب في بدايه حياته. يعني هو مدى يرسم فد رسمه المستقبل، يعني ما راسم شيء للمستقبل. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالنسبة لي أنا كأب، بالنسبة للأطفال اللي أطفالي الطلبة، الظروف لا تسمح بأن يكون الطالب متأهل بأداء الامتحانات أو الدراسة بسبب ظروف الحر الشديد، المناخ الغير الطبيعي بالنسبة للظروف الامتحانية بالنسبة للطالب. وإنما أنا أفضل للطالب أن يكون إلى الاستقرار بالحياة الطبيعية مالته، وأن يكون
ضمن استقرار أمني مطلوب بالبلد، عافية وثانيا بين الطالب بين فترة وفترة بتغيير المناهج، هاي هم أداء صعب للطالب بين أن بين سنة أو سنة يتغير منهج على الطالب، فلذلك يصير صعوبة للطالب بين أن يدرس. الأجواء أنا قلت لك ببداية حديثي الأجواء غير طبيعية، بين الجو حار كلش، الطالب دا يسهر للثنتين للثلاثة لأداء الامتحانات وصعب عليه كلش. هي أهم مرحلة هي مرحلة السادس إعدادي، وهسه السادس يعانون معاناة مو طبيعية بسبب الامتحانات اللي هسه جتي، بسبب الأسئلة اللي تتسرب، وهاي مو أول سنة تصير، هاي تقريبا ثالث سنة رابع سنة، وهاي كل سنة ينعاد هذا الموضوع وماكو حل، وهسه ما حد تضرر غير بس طلاب السادس. ما نعرف يعني هاي صار كم سنة ويدرون بهاي الحالة، وهالسنة ما حد وقع بها غير طلاب السادس، لغوا لهم شو اسمه امتحان الإسلامية، وهسه طلعت براسهم لغوا، وبعدين يعيدون ورا الامتحانات، وهم اصلا هي دراستهم صعبه، احنا دراستنا صعبه. زين شنو ذنب اللي يقرا واللي ما يقرا يساوي؟ ليش؟ على اي اساس؟ ما وين وزاره التربيه من هذا الموضوع؟ وين وزاره التربيه؟ ما حتى اي تصريح لاجل الطالب، مساعده للطالب ما قدموا، بس مجرد تساوى الطالب السيء ويا الطالب الجيد.